إذا وصل راشد خبريني. إن شاء الله أستاذ. فيصل هو اللي تعدى علي وفي مكاني. أنا كنت أدافع عن نفسي وكل اللي صار كان مصور ووديته للشرطة. أنت ليش متمسك بمرام وبشغلها وياك؟ أنا ما طقيت على إيدها، هي طلبت الشغل معاي ووقعت العقد بشرط الجزائي. لا، السالفة مو سالفة عقد وشرط جزائي. لا، أنت تبي تتزوج مرام؟ صحيح، بس هي اللي اختارت فيصل والله يستر عليها. أنا مالي شغل، أنا أبي حقوقي. أنت ما تهمك الفلوس وهذه مبالغ بسيطة، أنت بس تبي تضغط على مرام بالديون. لا 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 خالد، أنا فهمتك زين وعارف الحب شنو ممكن يسوي. أنا ممكن أساعدك إذا فعلا تبي تتزوج مرام. صحيح، بعد كل اللي سويته؟ شنو سويت؟ ما صار إلا الخير أصلا. بس أنا اللي أبي منك إنك تجاريني وتسمع كلامي علشان أنا وياك نحصل اللي نبي. دريتي باللي صار بين نواف ودانا؟ إي دريت، هالشي متوقع. أختك دانا تبي تقطع كل السور مع كل العالم، كل هذا علشان فيصل. شفتي نواف؟ شفتي حالة الهستيريا اللي دخل فيها من بعد المعرض؟ الريال قاعد يقنع نفسه بأشياء ما يصدقها حتى المينون. ومن الحب ما قتل. وهي الحين ما لقت أحد بالدنيا تحبه إلا أنها تحب واحد أصغر منها بالعمر. الحب ما له قانون، ما يعرف صغير ولا كبير. أنا وايد قاعد أحاتي نواف، السالفة مو سهلة. هذه ثاني مرة من بعد 25 سنة. المشكلة أن نواف يحب دانا بجنون. يحبها بجنون ممزوج بمرض. يخلي ما يفكر لا برجولته ولا كرامته. أنت أخبارك مع دانا نواف؟ من بعد اللي صار آخر مرة بصراحة أنا بديت أيأس منها. أنا حاس أن قصتي معاها بدأت تنتهي. نهاية أي قصة بداية القصة جديدة. هذه هي الحياة يا راشد. المهم اليوم الشباب بيعطونك شغل صجي تسويه، أبيك تتعلم منهم. ها؟